سلطانة تجوزيني. هو ده اللي محدش هيخرج بالفستان من البيت ده غيري؟ في ايه يا بت؟ هو ايه اللي في ايه؟ مش ده كلامها؟ ولا انت بقى فاكراني الهبله اللي هتضحكي عليها بكلمتين وفي الاخر برضه تعملي اللي في دماغك؟ ضي انت بتتكلمي مع امك كده ليه؟ ما هو برضه يا خالو اللي بيحصل ده ما ينفعش. شوف لك حل يا سلام، واضح ان احنا مش هنقدر عليها. بالهداوه يا ماما، اسمعي قلب امك، الراجل فعلا اتقدم لي وانا كنت بحكي لخالك ولستك، دي كل الحكايه. يا ترى بقى كنت بتحكي لهم انك هترفضي ولا هتوافقي؟ دي حاجه تخص امك لوحدها. لا انا اسفه جدا، وتخصني انا كمان لما بقى شحطه كده امي بتتجوز. امك ما بتعملش حاجه حرام، بعدين هتتجوز راجل محترم، في ايه؟ لا ده انتوا متفقين عليا بقى. ويا ترى شهر العسل هتقضوه فين؟ ما تتلمي يا بنت وتعملي لك قفله، ايه اللي تلحقيها دي؟ لا يا ضي، لا عسل ولا جواز، انا حاوله لا. ادخل انام انا بقى واصحى على دعاوي الفرح. يكون في علمكم، اقسم بالله لو ده حصل ما هكون قاعده دقيقه واحده في البيت ده. لا ده احنا اتجننا بقى. بس بقى انا مش عايزه حد يتكلم في الموضوع ده، مش عايزه ازعل البيت، هو عايز رايي وانا هقوله لا. انت بتقولي يا سلطانه انت كمان؟ دي غير تعالي يا حبيبتي. قوم لها يا سلام لما نشوف اخره الزمن المهبب ده، ايه اللي الصغيرين بيتحكموا في الكبار. ماشي. استغفر الله العظيم يا رب. خلاص الاستاذه كبرت دلوقتي وبقت بتعلي صوتها علينا، ما ينفعش تعملي اللي انت عملتيه مع امك ده. وهو يعني ينفع اللي هي بتعمله ده؟ توطي صوتك، لو هتتصوري تاني هسيبك تخبطي دماغك في الحيطه. لا ما تخافش، انا لا هتكلم ولا هعلي صوتي تاني، بس انا اللي عندي قلته. اللي عندك قلتيه؟ ماشي، يعني افهم بقى من كلامك ده ان الاستاذه بتقول انها هتسيب البيت، صح؟ ومين يمنعني؟ وبعدين انا مش فاهمه، هو انت ليه جاي بتتكلم معايا انا وسايب اختك اللي عايزه تتجوز بعد العمر ده كله؟ وهو العمر ده كله بقى هي ضيعته على مين؟ ما ترد عليا؟ مش عليا انا وانت وستك وجابر؟ يعني هي عملت كل ده عشان تساعدنا؟ والحاجة اللي هتسعدها ما نقفش جنبها فيها؟ في مليون ألف حاجة تانية تسعدها. وبعدين هي عمرها ما كانت بتفكر كده. ليه لازم الجواز دلوقتي؟ لازم. لازم الجواز. يا ضي، أمك طول عمرها لوحدها. وأول مرة تلاقيها مرتاحة للراجل ومطمنة له. وأنت بقى مطمن عليها مع الراجل ده؟